بكفينا تأجيلات بكفينا. تعود قضية المعلمين المفصولين العائدين إلى وظائفهم بقرار من محكمة العدل العليا إلى الواجهة من جديد بعد تجاهل الحكومة الفلسطينية مطالبهم المتعلقة بتعويضهم عن سنوات الفصل التعسفي واحتساب سنوات الخبرة لهم. عدنا وعودتنا كانت منقوصة بأننا عدنا كمعلمين جدد ولم تحسب لنا لا سنوات الفصل ولا سنوات الخدمة التي كانت قبل سنوات الفصل، ونطالب الدكتور رامي الحمد الله والدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا المادية والإدارية عن السنوات السابقة التي خدمناها في قطاع التربية والتعليم. عدد من المعلمين تجمعوا أمام رئاسة الوزراء في رام الله بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وهو ما حظى بوزير التربية والتعليم للنزول ولقائهم وإعطائهم وعودا بالنظر في ملفهم. لا شك أنه الوضع السياسي عكس صورته المأساوية على حالنا الفلسطينية وامتد إلى وزارة التربية والتعليم، وأتينا إلى ملف محزن، ملف هؤلاء المعلمين اللي آمل أن يحل قريبا. وكما قلت للزملاء بأنه طالما هناك قرار صادر عن محكمة العدل العليا هذا القرار يجب أن ينفذ، سنحاول حله من خلال وزارة التربية والتعليم، وسنعود بالملف إلى رئاسة الوزراء إذا ما احتجنا لحل هذا الأمر. ولكن أنا أريد الأسرة التعليمية أن تشعر باستقرار وأن يشعر المعلم بالاحترام. وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قرارا في الرابع من أيلول سبتمبر عام 2012 يقضي بعودة المعلمين المفصولين البالغ عددهم نحو 700 معلم ومعلمة على خلفية الانقسام إلى عملهم واعتبار قرار فصلهم باطلا. زوج انفصل 4 سنين، انا انفصل 3 سنين بعد ما كنا معينين 4 و3 سنين معينين. انفصلنا وقعدنا سنين في الدار، رفعنا قضايا وكسبناها، بعد ما رجعنا صاروا يقولوا لنا انه انتم ارجعوا توظيف جديد. نحن فقط نطالب بتنفيذ القرار القضائي الصادر بحقنا. ومنذ 3 أعوام تراوح مطالب المعلمين المفصولين العائدين إلى وظائفهم مكانها، ليبقى السؤال إلى متى يبقى هذا الملف عالقا. حمزة السليمي، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.